اسال سؤال بره الموضوع شويه. اتفضلي. صحيح شكلك صغير يعني عندك خمسة. انت سبت الكوره امتى؟ انا سبت الكوره وانا يعني يمكن انا يعني 36. انا يعني انا سبت الكوره انا عندي 32 او 33 سنه. انا لعبت هنا لحد 2013 في الدوري المصري، وبعد كده اتنقلت للدوري العماني، لعبت في نادي العروبه، نادي كبير جدا ونادي بطولات وانجازات. وبعد كده رحت نادي الخبوره، كان نادي صعد من الدرجه الثانيه، وصلنا بيه للوصيف، وكان مدربنا في الفتره دي كابتن شريف الخشاب، وادى يعني او قبل بلان حسن في الفتره دي، وعملنا موسم هايل مع نادي الخبوره. وبعدها رجعت هنا على نادي وادي دجلة، وبعد كده رجعت تاني لنادي الشباب العربي اللبناني. يعني دي كان ومن بعد الشباب العربي اللبناني. صدق بعد ما انت قعدت ترص لنا الكلام ده كله، نواند عندها حق، انت لحقت تعمل الكلام ده كله؟ لا سريعا والله. صح، انت ملحوظه في محلها سريعا يعني. الحمد لله كان من فترات كانت محطات بالنسبه لي مهمه جدا بجد. انا استفدت واتبسطت جدا جدا في كل فتره من الفترات دي. انا كمان نادي حرس الحدود يعني ليه فضل عليا كبير جدا طبعا، لان انا ظهرت فيه بشكل جيد. يمكن مش اول ما كانت الطريقه الخاصه بيا او طريقه الانسجام ما كانتش بنفس سرعه الانسجام او الدخول جوه الفريق بشكل سريع زي ما كنت في الترسانه دخلت بشكل اسرع. في الحرس كان الموضوع اصعب شويه، لان كانت يعني مجموعه لعيبه عاليه جدا جدا، وانا كنت كمان جاي نجم فرقتي في الترسانه وبلعب منتخب مصر، فكان المفروض انت تدخل وسط الفريق يعني بسرعه، فكان الموضوع صعب يعني. فانا اخذت جالي بعض الاصابات شويه واتاخرت، وبعد كده بدات ارجع تاني الحمد لله. يعني انسجمت مع الفريق وبدات ادي اداء كويس يعني الحمد لله. شكل تاني خالص هنا يا كابتن احمد. فعلا كان ستايل شعر. لا شعر كان مختلف تماما. ده سيف ابن الكابتن فاروق جعفر ده، وانا كنت في الترسانه كان هو بيحب يحضر، كان من اكتر يعني من اكتر الناس اللي بيحب يبقى متواجد معاهم. طبعا ده سياده الوزير حسن صقر طبعا. واحد تاني فعلا. أيوة والله فعلا عندك. لا الشعر كان ستايل تاني مختلف طبعا يعني. كان انا الشعر كان من بعيد تبان شبه ميدو بالظبط يعني. الستايل كان مختلف تماما. انا قصرت شعري من فتره طويله، يمكن ليا هنا كمان صور تانية هتلاقيها قريبه من الشكل او الستايل اللي انا فيه. يمكن ده كان الشعر بدا يقل شويه، قصرت شويه شعر. في اوقات انا يمكن من النوعيه اللي انا مش ثابت بشكل طول الوقت على ستايل معين، ممكن تلاقي دقنه طويله شويه، ممكن تلاقي شعر بيطول شعر بيقصر. فتلاقي دايما في تغيرات باستمرار.